السلام عليكم. إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتعلم لغة الـ HTML، ندير دورة كاملة على لغة الـ HTML. دونك هذا هو الفيديو الأولاني تاع باش نبداو اللغة تاعنا هادية. مو جي كخي ان بتيت كود باش نلخصو الوقت، نربحو شوية وقت. ليسونسيال لغة الـ HTML هي واش هي؟ باختصار قصير، لغة الـ HTML هي عبارة عن اللغة المعتمدة كثيرا في بناء هيكل الصفحة. الهيكل تاع الصفحه تاع لاباج تاعنا ويب، بايزون كي نجيو نفتحو هنايا اي باج ويب كيما هادي بايزون، هادي ستي باج ويب. باج ويب الهيكل تاعها صافي دير بايزون العنوان هذا اللي طافيشه هنايا، التيتر هذا اللي طافيشه هنايا واش هو هذا بايزون، هذا هنايا كيفاش يسونسيال الهيكل تاع الصفحه كيفاش راح تكون الصفحه تاعنا. ما نقدروش نتحكموا بايزون في لاكولور، في هذه الجهه هنا في المليون بايزون، هذه الكتبه هنا بايزون نشوف فيها جايه في المليون سنتريه، دونك هذه ما نقدرش نتحكموا فيها. ولا HTML جوست نكتبوا اي نكرييو لا باج، نكرييو الهيكل تاع لا باج تاعنا، ديروا هيكل تاع الصفحه. دونك هنا باش نبداو ما نطولوش، دونك هنايا واش هي لا بروميير اللي لازم نكتبو في HTML، وهذا اللي مهم جدا 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 باش البراوزر تاعك هذايا يفهم باللي راهو يتعامل مع دوك HTML. هاي سبورسا نكتبو دوك تايب HTML، معنتها هذا اللي ليندو كود راح نكتبو كاع هنايا راهم عبارة عن لغة ال HTML. هذه لا بروميير دي شوز، ومن بعد ان شاء الله نزيد نعاودو نحكيو شين هي اكزاكتومون في HTML. واش هي؟ كاينه حاجه تفتح باليز HTML، تغلق باليز تاعك HTML، باليز دو فيرميتور، باليز دو فيرتور، باليز دو فيرميتور. عندك لا بروميير بارتي هو الهيد، لا بروميير بارتي هو الهيد، في الهيد هذا هو راس الصفحه، يعني في الراس تاع الصفحه واش نقدروا نكتبوا؟ نقدروا نكتبوا عنوان الصفحه، نحلوا تايتل، نغلقوا تايتل ستيم باليز، نكتبوا فيها بين الباليز والباليز نكتبوا كتبه اكريتور هكذا اللي هي عباره عن عنوان الصفحه. كاينه هذه ميتا كيلك شو سي دو تري امبورطون بور لا باج تاعنا اللي راح نكرييو هنايا، اللي هي اي تي اف وي، تيب دو كوداج تي اف وي، اللي هو ليني كود. ليني كود هذا واش هو؟ شويه تفتح ميتا تاعك هذه شار سيت اونتر، هذه ستينا تريبي تاع لا باليز ميتا، سيتين هي الصفه تاع لا تري ستينا تريبي تاع باليز ميتا هذه، ونكتبوا اونتر غيمي يعني اونتر كيمالي و اي تي اف سي تيب دو كوداج. صافي دير بوغ نشرحو ببساطه واش معناتها هذه الاي تي اف اللي هي ليني كود. ليني كود بايزومبل حنايا كون نبداو لاباج تاعنا هذه اللي هنايا، هذه لاباج تاعنا اللي هنايا واش هي؟ بايزومبل كون نجيو هنايا ريفيرونس، دونك لي ريفيرونس فيها واش هي؟ فيها او اكس، فيها او اكس، دونك فيها دو دو اكس، دونك ناكتياليزيو لاباج باش نتاكدو بلي مليح بلي هي لاباج. دوك نجيو هنايا نجيو بايزومبل فيو فيو، نجيو هنايا تكست كودينغ، تكست كودينغ واش نشوفو؟ نشوفو هنايا مكتوبة الويس تيرم، الويس تيرم باغ اكزومبل لو كان نخيرو هاذي ليني كود هكذا، و بعد ابري نديرو اكسياليزي لاباج. دونك اون فوا ايسي توت الوغ ايسي تكست كودينغ ليني كود، دونك ليني كود تيوا ليني كود ايسي ريفيرونس ici سين او اكسون، سا ici او اكسون، دونك في ليني كود اون بو با سي با ان اي تي اف 8. باش نرجعوها اي تي اف 8 نجيو هنايا، نجيو هنايا تيست كودي، نجيو هنا نديرها الويسترن اي سا مارش سا، دونك لا باج الي بيان كوم سا، دونك الاو اكسون الي كلير افيك ست تيب دو كوداج اللي هو لي تي اف 8. لي تي اف 8 هو لو ميم شوز، لو ميم تريك ويسترن. ويسترن هي ليني كود، هي ليني كود، دونك سي سا ليتيليتي تاع ليني كود هادي. في الباج هادي تقدر تحكم فيها بالبراوزر، ولا تقدر ديريكتومون في لاباج تاعك في الكود سورس تاع لاباج هادي، كود سورس تكتب هادي وانتهى الامر، انتهى البروبليم. هادي في الهيد واش نقدروا نكتبوه جينيرال. في البودي ما يخفلكش في البودي باللي هو الجسم تاع الصفحه، الجسم تاع الصفحه يعني الميو تاع الصفحه واش نقدروا نكتبوا؟ نقدروا نكتبوا حوايج بزاف، الكونتوني تاع لاباج برينسيبالمون اللي هنا دو تيب اللي هما الاش ا، لاباليز اش ا، الباليز اش ا هذه تكتب فيها دي تيتل باغ اكزومبل، تقدر تقول هنايا وي فروم ويل كوم تو اش تي ام ال، ويلكم تو اش تي ام ال باغ اكزومبل، هذا يظهر لك عنوان كبير. ابري هنا تجي باراغراف تاعك هنايا، باراغراف تاعك هنايا تكتب اي حاجه، هنا تكتب اي حاجه انت يا باغي، باغ اكزومبل
My name. My name is Alec Ahmed. Voilà. Un paragraph, n'importe quoi, le CG tag, اللي راح تحكي عليه في هذا السيت. ثالث حاجة اللي هي تقدر تقول مهمة ومش مهمة، يعني اللي هي الفوتر. الفوتر كاين اللي يديرو كاين اللي ما يديروش، يعني انت ولك الشوا كيما تحب نتايا. نفس الشيء تقدر تكتب ان باليس اش ا، تقدر تكتب ان باراغراف ايسي، يا با دو سوسي. الفوتر هذا تقدر تكتب فيه اي حاجة، باغ اكزومبل بارت اند جو سي با، يعني الجزء النهائي تاع لاباج تاعنا، وانتهى وتغلق لاباليس تاعك وانتهى الامر. درك هذا الكود كامل بايزون هو كود اتش تي ام ال في باليس اتش تي ام ال، وما يخفاكش باللي باش هذا لا لين هنا اللي تريز الشيء المهم في هذا نورجستري. باش تاكدوا اللي راهو نورجستري هنا الكود هذا، نحبوا نطلبوا لاباج تاعنا نشوفوها كيفاش تخرج. جيو هنايا الفيشي تاعنا وراه موجود، راه هنايا هذا الفيشي تاعنا. نجيو هنايا احنا هنا في هالحاله هذاك راح نديرو هكا، راح نطلبوا لاباج تاعنا، نخيرو نافيغاتور اللي نحبو نيكزيكيتيو بيه، باغ اكزومبل نافيغاتور هو فايرفوكس. ندوموندي هنا راح ندوموندي لاباج تاعنا اللي حنا كوديناها. فوالا راهو افيشي لنا لاباج تاعنا مزيانه. دونك ويلكم تو اتش تي ام ال، ماي نيم از اكامد بارت 2 اند الشيء اللي كتبنا هنايا راهو طافيشن. درك حنا هنايا كاينه حاجه اللي لازم نفهموها، واش قاعد يصرى بين اليوزر اللي هو انا اللي قاعد نبروغرامي، واش الشيء اللي قاعد يصرى بالبراوزر اللي هو المتصفح النافيغاتور هو بعداك، واللوكال كيف نقولوا السيرفر لوكال تاعنا اللي كاين في البي سي ذات. باغ اكزومبل انا نستالي هنايا لوكال هوست اللي نخدم عليه بزاف، باغ اكزومبل لونغاج دو بروغراماسيون بي اي اش بي، الباز دو دوني، جي بوزوان دان لوكال هوست، باغ اكزومبل هو السيرفور لوكال اللي يتواجد في البي سي تاعي. درك انا واش درت في لو مومون تاعي، جيت وفتحت هذا الكود تاعي الفيشي تاعي هذا، فتحته بالويب البراوزر هذاك، بالبراوزر نافيغاتور هذا، معناتها واش هو، درت الريكويست للسيرفور اللي هو اللوكال هوست تاعي اللي كاين في البي سي. دونك طلبت منه يكزيكيتي لي الكود هذا. واش دار السيرفور؟ قرا الكود، جا هنايا لا بروميير ايتاب، قرا الدوك تايب هذا، كاع اتش تي ام ال، فهم بلي راهو يتعامل مع لغه الاتش تي ام ال. واش دار؟ اكزيكيوت الكود هذايا، ومن بعد عاود بعت لي لا ريبونس، وين عاود بعتها لي للبراوزر، البراوزر اللي هو الاتش تي ام ال، والاتش تي البراوزر تاعي، البراوزر تاعي راهو يفهم لغه الاتش تي ام ال. هذاك لي ريزلت هذيك افيشيها لي، كوم رانا نشوفو هنايا لي ريزلت صافيش. الشوز اوسي لي تري امبورطون، كي نجيو هنا نشوفو انسبكتي ليمون، في انسبكتي ليمون هنايا راح نشوفو الكود تاعنا اللي هو اللي كتبناه هنايا، هو نفسه باراي الكود اللي راح يطافيش لنا في انسبكتي ليمون تاع لاباج تاعنا. دوك تايب دوك تايب اش تي ام ال اش تي ام ال، هي تاعنا هاي الهيد تاعنا، هي تاعنا فيها باليز تايتل باليز ميتا، بعد هيد في الهيد في البودي، البودي واش كتبنا حنايا، كتبنا اش ا وكتبنا باراغراف اش ا باراغراف. فوالا في الفوتر اوسي، هاو الفوتر جوست اكوتي دو دو باراغراف، هاو الفوتر تاعك، الفوتر تاعك واش في باراغراف وفيه اش ا تو سامبلومون. من بعد نغلقو البون، نغلقو الفوتر، نغلقو البون، لو ميم كود. الحاجة اللي تري زامبورتون اللي ينبهو بها الاخوان هنايا، علاش درنا انسبكتي لي مون علي، باسكو الفو با ما يلزمكش تمرر معلومات ضرورية ومهمة كيما اليوزر باغ اكزومبل في لي باج ويب. احيانا باغ اكزومبل لي زونتربريز يدومونديو عليك باش تكريي باغ اكزومبل تفوت دي مود باس، تفوت دي زاي دي دي زاي بي. هنا في هذه الحاله ما يخصكش تفوت المود باس ولا كاش معلومات سريه في الكود اتش تي ام ال ديريكتومون اونتر دو بانيز، تفوت المعلومات تاعك سريه. باسكو علاش؟ لانه متصفح الشخص اللي يجي دوموندي لاباج تاعك هذه راه يقدر يدير انسبكتي ليمون هذه ويلقى الكود تاعك كومبليتمون هنايا، ويقدر يهز المعلومات الضروريه المهمه اللي انت فوتها في لاباج هذه. لهذا ننصحو ما يلزمش تفوت لي زانفورماسيون تري امبورطونت في لغه الاتش تي ام ال. دونك هنا واش نقدروا نتعلموا في هذا الدرس الاول تاعنا هذايا، هي انه لغه الاتش تي ام ال هي عباره عن لغه تبني لنا هيكل الصفحه، كما الهيكل تاع الصفحه اللي رانا نشوفوا فيها هنايا، بنات لنا صفحه تاع باش ونقدروا نكتبوا. هذا واش تقدر دير، من اهم مكوناتها هو الهيد والبودي. الهيد هو عنوان الصفحه كما رانا نشوفوا، باش هو بهذه اللي تماركتنا هنايا، والبودي هو الجسم الصفحة، يعني واش نقدروا نديروا في الصفحة هذه، واش نقدروا نكتبوا فيها. ومن بعد ان شاء الله
راح نشوفوا كيفاش نقدروا نتحكموا في اللون، نقدروا نتحكموا في لاطاي سونطري، وهذه هنايا كما شفنا هذه هنايا مسونطريه، هذا كامل كاين النوتر لونغاج اللي بربي ان شاء الله عايزين ندير فيها دوره كامله وكافيه على هذه لغه السي اس اس اللي هي تحكم لنا في الديزاين تاع الصفحه. الى ذلك الحين ان شاء الله راح نتلاقاو في درس اخر ان شاء الله، واللي هو الدرس الثاني اللي راح نزيد نتكلموا بلوس اون ديتاي على لغه الـ HTML. الى ذلك الحين السلام عليكم.